في غمرة الاحتفالات بتخريج أفواج من طلبة المدارس ورياض الأطفال في العاصمة ومادبة والزرقاء، أقيمت بهذه المناسبة احتفالات بهيجة شارك بها أهالي الخريجين والهيئات التدريسية. إلى التفاصيل. عدسة نورسات ما زالت تستكمل تغطياتها لاحتفالات التخريج التي تشهدها مدارس المملكة الأرثوذكسية والكاثوليكية، وتنقل للجميع أجواء البهجة والفرحة التي يعيشها أهالي وذوو الطلبة. ومندوبا عن سيادة المتروبوليت فينيديكتوس، رعى الدكتور إبراهيم إيميل حداد حفل تخريج الفوج 11 لروضة إيميل حداد التابعة للبطريركية الأرثوذكسية. أقيم الحفل الذي حضرته مديرة الروضة السيدة رانيا ماثيوس وأعضاء الهيئة التدريسية وأهالي وذوو الطلبة على مسرح فؤاد يغنم في منطقة شمساني بعمان. وقدمت خلال الحفل فقرات فنية منوعة قدمها الطلبة الخريجين نالت إعجاب الحاضرين. ومن ثم وزع راعي الاحتفال شهادات التخرج معلنا انتقالهم للمرحلة الابتدائية. وفي محافظة مادبة، رعى مدير تربية مادبة الأستاذ محمد سند المسلم حفل تخريج روضة سانت جورج التابعة للبطريركية الأرثوذكسية. حضر الاحتفال مديرة المدارس سهير بجالي ومديرة الروضة السيدة خلود حدادين بحضور أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وذوو الطلبة. وقدمت مديرة الروضة كلمة رحبت فيها بكل المشاركين مهنئة إياهم بتخرج أبنائهم للمرحلة الابتدائية، داعية لهم بدوام التفوق في حياتهم الأكاديمية. تخريجنا اليوم تخريج روضة سان جورج للروم الأرثوذكس مادبة كان برعاية عطوفة مدير تربية مادبة الأستاذ محمد سند المسلم وعطوفة المدير العام سهير بجالي. كان احتفالنا بحضور خريجي أهالي الخريجين أولياء أمور الخريجين. تخلل فقرات تنوعت من رقصات وأغاني وكلمات. هاي اللحظات بنستناها طبعا، هي تعب سنتين كاملين تتكلل بهذا اليوم. بشكر كثير الحضور الكرام اللي شرفونا ورعوا حفلنا. نشكر أولياء الأمور لثقتهم بروضتنا، وبشكر معلماتي لجهودهم لإنجاح هذا الحفل، وشكرا لنورسات لأنها تكرمت وإجت غطت هذه الفعالية. تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الجن والإنس. فاقصد، فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما رادت لها السفن. وختاما في محافظة الزرقاء، رعى القس الكانون فائق حداد حفل تخريج مدرسة المخلص الإنجيلية بحضور جموع من القساوسة والضيوف. وألقت مديرة المدرسة السيدة دعاء بشارات كلمة هنأت بها الحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك وبمناسبة تخرج أبنائهم، وقالت: نحن اليوم نرفع لوطننا الأردن كوكبة جديدة من العلم والازدهار ليكونوا نواة الأمة في المستقبل. ومن جهته ألقى راعي الاحتفال القس الكانون فائق حداد كلمة مباركا للطلبة الخريجين بهذا اليوم المميز في حياتهم، داعيا قدسه أن يبارك الله دربهم ويوفقهم في مرحلة الدراسة الجامعية. نحن نطلقكم اليوم إلى الحياة، الباب مفتوح وإنتوا اليوم اللي راح تقودوا الطريق. نطلقكم إلى الحياة، بطل في مدرسة، صار في نظام وسلطة، مؤكدين على مبدأ اليوم تأكدوا منه المصالحة التي تصهر كل قبيح، ونترك لكم أنتم
بما أعطيناكم في مدارسنا من علم ومن ثقافة، نترك لكم صياغة وصناعة المستقبل الذي يجب أن تكونوا فيه أحرارا غير مكبلين. وختم الاحتفال بتوزيع الشهادات على الطلبة الخريجين في أجواء من الفرحة والفخر والتميز.